السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كمال عداء أيوب الرادي. دونك صافي لونطون هذا ما حكيت لا فيديو لا والو. دونك كان عندي شي مشكل في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نكمل الدروس ديال الجيولوجي ديال الثانية إعدادي. كنا وقفنا في يلاه الحصة الأولى ولا لاكتيفيتي الأولى اللي كتكلم لينا على لي سيزم. كنا قرينا لي سيزموغراف لي زيشيل اللي كنخدموهم باش كنميزيغيو لي زون سيزميك او بيان لي سيزم باش كنعبروا لانتونسيتي باش كنعبروا حتى لا كونتيتي دينيرجي ديال هاد لي سيزم اي فوالا. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لاكتيفيتي الثانيه كتكلم لينا على لامبورطونس دي زون سيزميك دون لا ديتيرميناسيون دو لا ستركتور انترن دو غلوب تيرستر. يعني نشوفوا الاهميه ديال الموجات الزلزاليه في تحديد البنيه الداخليه ديال الجلوب تيرستر يعني ديال الكره الارضيه. كيف ما كتعرفوا عندنا لي تكنيك ديال كومون ديريج دونك ديال الفوغاج هاد التقنيه ديال الحفر اللي معروفه. دونك اكثريه ملي كيخدموا بهم ما كيديباسيوش كيلكو كيلومتر متفقين. سي بور سولا دونك الا جينا مثلا ركزوا عليهم باش اننا نشوفوا البنيه الداخليه ديال الكره الارضيه دونك ما كافينش. سي بور سولا عندنا دي زوند عندنا اوند بي اوند اس اي لوند ال هاد اي سورتو قرينا حنا هاد لي زوند دابا في هاد المستوى ديال الثانيه اعدادي. هاد لي زوند عندهم دي كاركتيرستيك كل وحده كتميز على الاخرى وعليهم زعما سولون هاد لي زوند زعما تبعناهم وبهم كنحصلوا على لا ستركتور البنيه الداخليه ديال الكره الارضيه متفقين. دونك كيف ما كتعرفوا دونك قلت لكم بانه كيف ما كتشوفوا معايا هنا في هاد ليماج دونك نتوما كتشوفوا معايا عندي لوند بي وعندي لوند اس وعندي لوند ال. لوند بي كيف ما كتشوفوا معايا ان عندنا اتجاه ديال الانتشار موازي الاتجاه ديال لا كومبريسيون يعني ديال التشوه. دونك لو سونس ديال بروباغاسيون ديال لوند بي باراليل مع لو سونس ديال الكومبريسيون ديال التشوه. باغ كونطخ هنا الا مشينا نشوفو في لوند اس عندنا اتجاه التشوه اتجاه الانتشار ديال الموجة بيربونديكولير مع يعني متعامد مع اتجاه التشوه. دونك هنا لو سونس ديال بروباغاسيون دونك هنا اتجاه الانتشار ديال الموجه اس عمودي على اتجاه على الاتجاه ديال التشوه. انتم كتشوفوا معايا اتجاه غادي افقي متفقين هذا اتجاه ديال الانتشار ديال الموجه اس ولكن شوفوا التشوه فين طالع الفوق وهابط لتحت. صافي داير ليا زاويه قائمه مع الاتجاه ديال التشوه. شوفوا معايا باش نشرح اكثر. هنا مثلا لوند نهضر على لوند بي باغ اكزومبل عندي هنا السطح اللي بغيتو يوقع عليه التشوه متفقين. هاد السطح هذا وديبار مثلا ليطا انيسيال كان بحال هكا لقيت اللي دخلات عليه الموجه صافي دير دخلت عليه الموجه في هاد لو سونس هذا هو اتجاه ديال بروباغاسيون يعني اتجاه انتشار الموجه متفقين. يعني ضربته من هاد الجهه هادي. دونك شنو وقع عليه لا كومبريسيون يعني التشوه كيفاش طرا التشوه طرا على هاد الشكل هذا دونك بقات في لو ميم سونس يعني باراليل متفقين. يعني اتجاه هذا هو اتجاه ديال الانتشار واتجاه ديال التشوه حتى هو غادي ليا في نفس لو سونس غادي مطلع على الفوق لا تحت بقى غادي حتى هو باراليل يعني بقاو غادي متوازيين. اما لوند اس شوفوا معايا ها ليطا انيسيال ديال لا سيرفاس لي بغي ديال لونفلوب لي بغينا يوقع عليه هاد التشوه. شوفوا لوند اس شنو دارت حتى هي ها لو سونس ديال بروباغاسيون يعني اتجاه الانتشار الموجه حتى هو غادي هكا غادي افقي بحالو بحال بي ولكن التشوه ما بقاش هكا. شوفوا التشوه كيفاش ولا لينا على هذا الشكل هذا هكا يعني شنو طرا يعني شوف هاد اتجاه التشوه اتجاه الانتشار باقي هو ولكن التشوه طلع لينا الفوق وهبط لينا لتحت يعني كولينا شنو كولينا زاويه قائمه يعني كنقول بانه بيربونديكولير زاوية قائمة من الفوق ومن تحت يعني بيربونديكولار يعني عمودي اتجاه التشوه عمودي على اتجاه الانتشار متفقين. اما لوند ال حتى هي عندها اتجاه ديال الانتشار غادي هكا اوريزونتال
مي نشوفوا شنو طرا لينا نورمالمون ديال ليطا انيسيال نشوفوا شنو طرا في ليطا اللي جات من بعد ليطا اللي جات من بعد ها شنو طرا لا سيغ البروفوندور بقى هو هو هنا قبيله كان الانتشار يعني التشوه من لا سيرفاس حتى في البروفوندور الفوق والتحت هنايا وقع لي التشوه غير هنا الفوق هاك باردون غير هاك يعني هاد الاتجاه ديال الانتشار بالمقارنه مع اتجاه التشوه عمودي ولكن اوريزونتال غادي على واحد الشكل مائل واحد شويه متفقين غادي اوريزونتال غادي على شكل افقي مائل يعني عمودي افقي متفقين دونك شوفوا كيفاش غادي ما غاديش بحال هذا قبيله طلع الفوق ديريكتومون عطاني زاويه قائمه هنا عطاني زاويه قائمه دونك هنا نقولوا بيربونديكولير مي واحد الشكل مائل شي شويه اوريزونتال متفقين دونك هادو هما لي زوند اللي عندنا كل اوند كتميز على الاخرى بحال مثلا فين هي اللي عندها لا غروند فيتيس ها هاد لوند بي هي اللي عندها لا فيتيس ديالها لا فيتيس ديال بروباغاسيون يعني سرعه الانتشار قويه على هاد الجوج هادو متفقين هادي من حيث لا فيتيس من حيث ان ان زعما هاد لوند بي يمكن لها توقع يمكن لها تنتشر في الاوساط السالبه و الصلبه يعني تمشي في لي ميليو سوليد وفي لي ميليو ليكيد اما هاد الموجه اس يمكن لها تمشي ليا غير في لي ميليو سوليد صافي وهذه كتمشي ليا غير في لي سيرفاس ما كتمشيش ما كتهبطش ليا للبروفوندور كتمشي غير في لا سيرفاس صافي ممكن نقول بان هاد الموجات كاملين بي او اس او اي كتغير القوه ديالهم يعني لانتونسيتي ديال لانتونسيتي ديالهم ولا نقول لا فيتيس ديالهم باردون لا فيتيس ديالهم هاد لا فيتيس ديال هاد لي زون ديال هاد الموجات الزلزاليه تتغير حسب ماذا تتغير حسب لا دونسيتي اي لا دورتي دو ميليو بحال مثلا عندي هاد لو ميليو هذا هاد لا فيتيس وبلا هاد لي ميليو كاملين هاد لا فيتيس كتغير ديال هاد لي زون حسب لا دورتي يعني القسوحيه القسوحيه ديال لو ميليو كل ما كان قاصح كل ما لا فيتيس كتقوى وحتى عاوتاني تتغير هاد لا فيتيس كتغير عاوتاني حسب لا دونسيتي يعني الكثافه كل ما كانت هاد كل ما كان هاد لو ميليو كثيف يعني في ليبيسور كل ما كانت الكثافه ديالو كبيره كل ما لا فيتيس كتكبر متفقين هادشي كامل ديال لي زون قرينات غير باش اننا نشوفو لا ستركتور انترن ديال لا تير فوالا دابا غادي نمشيو نشوفو هاد لا ستركتور انترن من اش كتكون و ونمشيو ان شاء الله نكملو لاكتيفيتي 3 ونشوفو لامبورطونس نشوفو لا رولاسيون ما بين هاد لي سيزم ابري ان شاء الله العلاقه اللي كتربط ما بين هاد لي سيزم اللي كاينين ولا تكتونيك دي فرا دابا غادي نشوفو لا ستركتور دونك اللي حدوها لينا هاد لي زوند هاد متفقين دونك نمشيو مثلا نشوفو لا ستركتور دونك لا ستركتور غناخدو مثلا لو غلوب تيرستر هو هذا هذا هو لو غلوب تيرستر داكوغ نمشي ناخدو منها غير واحد طريف غير هكا ناخدو غير هاد الطرف هذا متفقين حنا نديرو لي كروسيسمون ديالو نكبرو يجينا على هاد الشكل هذا D'accord. Et non, donc si bien. On a laissé une bonne année. J'ai mis le disque là-dedans. J'ai d'accord. Et j'ai d'accord. D'accord. Voilà. Donc, head. On va parler du globe terrestre. Ça fait. Donc, head la partie focanière. La partie focanière. بارتي فوقانية هادي هادي كنسميوها لا كخوت هادي سيتي كخوت هادي لا كخوت القشرة فهمتي القشرة هاد لا كخوت تقدر تكون قشرة قارية أو محيطية يعني تقدر تكون كونتينونتال ياك تقدر تكون أوسيانيك شافتي هادي هي لا كخوت فوالا متفقين تحت لا كروت عندنا المونطو متفقين عندنا المونطو المونطو هو هذا المونطو هذا هو المونطو غير هذا المونطو هذا كيتقسم لجوج مونطو انفيريور و مونطو سوبيريور نمشيو نقسمو نقسمو هذا المونطو هذا نقسمو على جوج عندنا مونطو سوبيريور و مونطو انفيريور متفقين دونك هذا مونطو سوبيريور هذا مونطو inférieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
منطو سوبيريور اي منطو انفيريور متفقين دونك هذا المنطو انفيريور كنسميوه ميزو سفير متفقين كنسميوه الميزو سفير هذا كنسميوه الميزو سفير لو كنسميوه منطو منطو انفيريور متفقين هذا المنطو سوبيريور كيتقسم لينا لجوج هذا لو مونطو سوبيريور كيتقسم لينا لجوج نقسمو لينا لجوج وحنا قسمناه على جوج متفقين حنا قسمناه على جوج هذا مونطو سوبيريور كيتقسم على جوج لا بارتي سوبيريور دي مونطو سوبيريور ولا بارتي انفيريور ديال مونطو سوبيريور يعني هاد لا بارتي سوبيريور فيها لا بارتي ديالها سوبيريور وانفيريور الفوقانيه والتحتانيه داكوغ هاد لا بارتي انفيريور دو مونطو سوبيريور هي اللي كنسميوها شنو لاستينوسفير هادي كنسميوها استينوسفير استينوسفير صافي وهاد لا بارتي سوبيريور دو مونطو سوبيريور كنسميوها شنو لو مونطو ليتوسفيريك هادي كنسميوها لو مونطو ليتوسفيريك هاد لا بارتي سوبيريور كنسميوها مونطو منطو ليتوسفيريك تفهم سميتها منطو ليتوسفيريك غير اللي خصو فوالا منطو ليتوسفيريك بقات ليا نوايو هاد النوايو هادي كتقسم لجوج انترن و اكسترن فوالا نجيو لهاد النوايو هادي نقسموها لجوج تفهم عندنا نوايو انترن عندنا نوايو اكسترن متفقين دونك حنا عرفنا دابا لي كومبارتيمون ولا لي زونفلوب اللي عندنا هنايا متفقين ولكن دابا منين درنا لي نون ديال لي زونفلوب ا فوتر افي دونك سي لا كوا هادوك لي زوند لي قريناهم قبيله ها هادوك لي زوند نورمالمون فاش كي يعني فاش كيدخلوا لينا او فاش اللي كنتشروا لينا في هذا لونفلوب تيغستر تيديروا لنا دي ديسكونتينيتي متفقين شنو هما دي ديسكونتينيتي هما واحد الانقطاعات انقطاعات هاد الانقطاعات شنو شنو زعما شنو لا ديفينيسيون ديالهم كيف ما كتشوفوا قدامكم لا ديفينيسيون دونك لي ديسكونتينيتي سي اون سي لا زون دو ترانزيسيون متفقين هي واحد لا زون فين كيوقع ليه واحد لا ترانزيسيون هان اونتر كوا اونتر دو ستركتور caractérisé par des modifications brutales de la vitesse de propagation des ondes sismiques. D'accord ? Had les ondes, hein, huma, correspondant donc à des changements dans la nature du milieu. Donc, le cas qui dit maintenant que je propage, comment dirige, le cas qui est maintenant que je propage, le cas qui est maintenant que je la vitesse de كاش بقا دير لها ديسكونتينيتي يعني تقدر لا فيتيس ديالها جايه قويه كتوقف فواحد اللحظه علاش لان الميليو اما عنده واحد لا ديورتي كبيره ولا واحد لا دونسيتي كبيره انت فاهم دونك هنايا كتغير لا فيتيس حيت قبيله قلت لكم لا فيتيس كتغير مع لا ديورتي ومع لا دونسيتي داكور مع الصلابه ومع الكثافه دونك اون فوا كتكون جايه مثلا دونك باغ اكزومبل هنا نهضر حنا على لوند لوند اس انت فاهم اي سورتو لوند اس دونك عندها واحد l'importance de la détermination de la structure interne du globe terrestre par exemple l'onde S une fois que tu as l'enveloppe que tu as la croûte mais la croûte que tu as fine باش عاد كتغير la vitesse ديالها كتوصل مثلا حتى ل 31 كيلومتر متفقين هاد 31 كيلومتر هي اللي كتميز لينا لا كروت كونتيننتال عند الكروت كونتيننتال راه فرق ما بين القشره المحيطيه والقشره القاريه القشره المحيطيه غير هنا قلت لكم لي دو تيب اللي عندنا القشره القاريه فيها 31 كيلومتر من لا سيرفاس حتى 31 كيلومتر عاد كتحبس القاره وعاد كندخلوا لي زونفلوب الاخرين اما لا كروت اوسيانيك موان دونس كو لا كروت كونتيننتال فيها غير ما بين 5 حتى 15 حنا نديرو ها هي ما بين 5 حتى 15 كيلومتر صافي ما بين 5 حتى 15 الكيلومتر داكوغ بالنسبه لي ديسكونتينيتي وقيت اللي كتدخل مثلا لوند اس
كتنتشر كتوصل لواحد النيفو او بيان كتوصل يلا كتضرب لا كروت كونتينونتال وكتوقف كدير لنا واحد لا ديسكونتينيتي باش كدير لنا واحد لا ترانزيسيون لا ستركتور الاخرى داكوغ دونك هنايا فهاد الحدود ما بين لا كروت دون مانيير جينيرال وما بين المونطو فهاد الحدود هذا هنا فين عندي لا ديسكونتينيتي عندي ديس كونتينيتي دو مو كنسميوها دو مو يعني فين جات تقريبا 31 جات 31 كيلومتر صافي دونك هنايا وقع التغير ديال 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 الموجه لوند اس جات كانت هابطه في لاكروت وجات لهنا دارت لينا واحد لا ديسكونتينيتي دارت انقطاع شويه عاوتاني استمرت متفقين شويه عاوتاني حبسات ودخلت لينا استمرت دونك حتى لين عاوتاني وقفات وقفت لينا حتى حتى الفرق ما بين المونطو والنويل يعني جات حتى لهنا عاوتاني هنا بان لي انقطاع اخر داكوغ ديسكونتينيتي اخرى يعني ما بين المونطو كامل وما بين النويل ديسكونتينيتي سميتها غوتنبرغ دو غوتنبرغ داكا اي فوالا دونك هادي جات تقريبا 2900 كيلومتر 2900 كيلومتر ولا ديسكونتينيتي الاخرى اللي بقات لينا هي ديسكونتينيتي دو ليهما جاتنا في هذه المنطقة هذه ديسكونتينيتي دو ليم تفاين جات 5155 تقريبا كيلومتر تفاين فوالا دونك هنا كنكونو شفنا لا ستركتور هادي كلها دونك هادي نويو هادي كاملة نويو غير كتفرق لينا نويو انتر نويو اكستر داكا هذا كامل مونطو هذا كامل مونطو غير ان هذا المونطو كيتفرق لينا لابارتي انفيريور ديالو كنسميوها الميزو سفير ولا المونطو انفيريور وعندو لابارتي سوبيريور اللي هي سميتها المونطو سوبيريور كتقسم لجوج لاستينوسفير والمونطو ليتوسفيريك تفقين لو مونطو ليتوسفيريك هذا المونطو ليتوسفيريك هذا المونطو ليتوسفيريك مع لا كروت هو اللي كنسميوه حنايا ليتوسفير تفقين هو اللي كنسميوه حنايا لو ليتوسفير تفقين هو اللي كنسميوه ليتوسفير دونك ملي كنتكلمو على البلاك ليتوسفيريك كنتكلمو على هاد لابارتي هادي هاد لابارتي اللي كتشارك ليا ما بين المونطو ليتوسفيريك وما بين لاكرو داكوغ دونك كنتمنى هنا تكونوا ديجا فهمتوا معايا هاد لا ستركتور المهم جدا انكم تعقلوا على السميات ديال لي زومبلوب وتعقلوا على ديسكونتينيتي وفين جاو متفقين وتعقلوا معايا حتى على الكيلومتراج يعني لا ديسبونسياسيون ولا البروفوندور فين جاو هاد لي ديسكونتينيتي متفقين بالنسبه نقدر نعطيكم لا دونسيتي ديال كل انفلوب بالنسبه لا دونسيتي باغ اكزومبل ديال لا كروت ديال لا كروت تيرستر دونك عندنا كروت كونتينونتال كروت اوسيانيك بالنسبه لكروت كونتينونتال عندك لا دونسيتي ديالها ما بين 3 غرام بار سنتيمتر كوب حتى 2.7 غرام دونك هذه مثلا لا دونسيتي ديالها ما بين 3 غرام بار سنتيمتر كوب حتى مثلا جوج ما بين 2.7 و 3 جوج غرام بار سنتيمتر بار سنتيمتر كوب بالنسبه لا كروت اوسيانيك دونك لا دونسيتي ديالها لا كروت اوسيانيك ما بين تقريبا كتساوي 3.2 غرام داكوغ دونك اوسيانيك لا كروت اوسيانيك دونك عندها 3.2 غرام داكوغ 3 هاد الاوسيانيك 3.2 غرام بار سنتيمتر كوب هادي لا دونسيتي نقول الكثافه صافي اما لا دونسيتي ديال المونطو لا دونسيتي فيما يخص ديال المونطو عندنا المونطو العلوي والمونطو السفلي دونك بالنسبه
هاد المونطو دونك اكثريه كنتكلموا عليهم زعما راهم سوليد ديجا. هنا نعطيو دي مانيير جينيرال ان المونطو ما بين 3.3 حتى 5.5. المونطو دي مانيير جينيرال عنده ما بين 3.3 حتى 5 تفقين حتى 5.5 غرام بار سنتيمتر كوب تفقين. هذه لا دونسيتي ديال المونطو بصفه عامه. اما النواه كتمشي ما بين 9.5 حتى 12 داكوغ. النواه بصفه عامه كتمشي ما بين 9.5 حتى 12 غرام بار سنتيمتر كوب. هذه بالنسبه لا دونسيتي الكثافه. دونك الى هنا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال هذه الحلقه تفقين. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا مزيان. موعدنا ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله مع فيديو اخر مع التتمه ديال هذا الدرس. يعني بقات لنا اخر اكتيفيتي لاكتيفيتي نشوفوا العلاقه اللي كتربط ليا ما بين السياسم وما بين لا تكتونيك دي بلاك داكوغ. يعني زحزحه عفوا تكتونيه الصفائح. دونك ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم تبارك الله عليكم. سلام.